ومن خلالها للجهاز وتم التعامل معها، او بتكثيف الحملات الرقابيه من خلال الاداره العامه للرقابه على الاسواق. زي ما حضرتك شايف احنا في شبرا ومنطقه السبتيه بنتاكد من توافر السلع الاستراتيجيه داخل المنشات التجاريه، سواء كان سوبر ماركت كبير او سوبر ماركت صغير او سلسله تجاريه او محل عطاره، ايا كان نوع المنشاه التجاريه بنتاكد من توافر السلع وعرضها للجمهور. ده رقم واحد. رقم اتنين، بنتاكد ان هو عارض السلع وحاطط عليها الاسعار بتاعتها ولا لا. بيتم متابعه الاوزان وخاصه سعر الارز، بنشوف الرز المعبأ اللي موجود عنده هو مطابق للوزن المدون عليه ولا لا. في اداره التوجيهات الرئاسيه لضبط الاسواق والاسعار والتصدي لارتفاع الاسعار وحظر حبس السلع عن التداول. احنا بنقوم حملاتنا الرقابيه، بنستهدف العديد من المناطق، بيتم مراجعه اماكن عرض وتخزين السلع الغذائيه ونشوف هل السلع معروضه للمستهلكين ولا في حجم. بنراجع الاسعار الخاصه بالمنتجات، بنراجع الصلاحيات الخاصه، بنشوف هل في بيع بازيد من السعر المعلن ولا لا، بنشوف هل في حجب للسلع عن التداول ولا لا. طبعا بالنسبه لقرار الارز، احنا بنراجع على الارز ونشوف هل هو معروض بالاسعار الرسميه المحدده بقرار دوله رئيس مجلس الوزراء ولا لا. البياعين مش رحمنا، انت لو حضرتك لو مشيت الشارع هنا هتلاقي كل بياع بيبيع بسعر. انا شايف ان الحملات دي حاجه كويسه جدا، اكيد هتفيد الشعب كويس جدا، حتى لو مش هي يعني مش بصفه مستمره، لكن يعني حاجه هتفيد البلد، ونامل ان هي يعني تبقى مكثفه خلال الفتره اللي احنا فيها دي، كلنا نعدي باذن الله. انا مبسوطه طبعا، لان احنا على طول مش شايفين الحملات دي من زمان، وكل واحد بيبيع بسعر، وتلاقي هنا ده بكذا وده بكذا. الحملات دي كويسه جدا، ودي تشجع المواطن ان هو يبقى مطمن من داخله.